رشيدة، شنو هو هذا المرض ديال أطفال القمر؟ شنو كتعرفي عليه؟ أطفال القمر هما ناس يكونوا محرومين من الخروج من التمتع بأشعة الشمس كالناس العاديين، يعني خاصهم يعيشوا في عزلة و يعني حياتهم تتكون ماشي عادية، خاصهم هم يكونوا معزولين في واحد الجو يكون مظلم بعيد على أشعة الشمس الخاصة. عاودي لنا رشيدة على تجربتك الشخصية، إمتى عرفتوا هذا المرض؟ إمتى اكتشفتوه؟ كيفاش حتى اكتشفتوا هذا المرض؟ انا اكتشفت هذا المرض ملي بداو تيخرجوا في دي طاش نوار وبداو تيتحولوا لدي تيمور نفس في اش من عمر فلاج ديال 8 طون هكذا كاين بداو تيخرجوا في لي تيمور. من قبل ما كان فيك حتى شي حاجه؟ كان بداو داك اللي سميتها دي طاش دو غوسور، يعني قلنا عاديين ولكن بداو تيتحولوا لدي تيمور، يعني تستلزم يعني داك العلاج، يعني خاصها تحيديها خاصك تزوليها. ايوا اش نقول؟ الوالدين ديالك في 8 سنين يعني هما اللي عرفوا بهذا المرض؟ هما اللي اكتشفوا هذا المرض ماشي انت بطبيعه الحال؟ لا انا كنت ديك الساعه مع باقا صغيره وما عرفت حتى شي حاجه، واخا يقولوا لي ما تخرجيش الشمس، انا خاصني نخرج الشمس، خاصني نعيش الطفوله ديالي بحال الاصدقاء ديالي. وخا داك الشيء دخل، يعني انا ما حرمونيش والديا من الدراسه، بقيت نخرج عادي تنتعامل عادي، قال لك استعمل ليكرون توتال وتدرك شويه من الشمس وداك الشيء. ولكن عرفتوا يعني الطبيب، مشيتوا عند الطبيب وشرح لكم المرض وعرفتوا شنو خصكم ديروا؟ هما شرحوا لي، شرحوا الوالدين ديالي ديك الساعه، انا ما كنتش واعيه بالمرض، واخا يشرحوه لي ما غاديش نوعى به، كنت في سن صغيره. ومن بعد ملي غادي يعني غادي الانسان تيكبر وعاد عادش غادي تيوعى بالخطوره ديال المرض، ملي تيبدا تيتوشي لي شي بلايص اللي خايبين، يعني تيكون فيهم عمليات شويه قاصحين. انت رشيده درتي اكثر من 20 عمليه كلهم بسبب هذا المرض؟ كلهم بسبب هذا المرض. عاودي لي على هذه المعاناه النفسيه العضويه الاجتماعيه، يعني معاناه من جميع الجهات. شنو نقول لك، رحت انا يعني تنعيش في واحد الجو شويه ماشي صحي بالنسبه لهذا المرض. يعني تنعيش في واحد الحي صفيحي، يعني واخا انا ما تيقول لك واخا ما تخرجيش من تخرجيش للشمس، واخا انا نعيش في ذاك الجو راه ما حاميني من حتى شي حاجه، دونك واخا خرجت خرجت وواجهت وجدت ذاك خرجتي للشمس، خرجت للشمس والشمس هي العدو، هي الخطر الكبير عندك، خرجتي ليها، خرجت ليها وواجهت، واخا تكون مع داك هو تيتبدل الشكل ديالك، تيخرجوك لي ديطاش، يعني تيتحولوا تيوليو شويه المظهر ديالك تيتبدل، يعني وتتلاقيت هذيك نظره المجتمع، تتكون ما تيكونش تقبل انك وعدتني، تتكون تدخل للمدرسه يعني في البريمير تيكونوا الدراري معاك ما تيكونوش واعيين بهذا المرض، واخا تشرح ليهم واخا تقول لهم اللي قلتي، انت نعتوك بشي نعوت ما لا يقيش. بحال اش عاودي لي مثلا شنو ممكن يتعرضوا ليه هاد اطفال القمر محرومين من الشمس؟ شنو ممكن يتعرضوا ليه من مشاكل مع الناس في المدرسه في الشارع من هذوك لي طاش ووجههم اللي تيكون مغير؟ يعني تيكون كلمات قبيحه تقدر تقال لك و يعني تجرحك نفسيا، يعني تتألمك، وبعض المرات ترفض انك تلعب معاهم، لا هذا غي يقول لي كلمه خايبه، هذا يقول لي كلمه خايبه، وسيرتو في رحت انا قريت في البيبليك، يعني حتى اللي حتى الاساتذه ما واخا مشاو عندهم، مشات الاخت ديالي كبر مني وشرحت لهم، واخا ما تقبلوش، ما كانش منهم واحد الاذن الصاغيه اللي ما كانش واحد التقبل منهم، بعض المرات هما حتى هما تيكون اقصاء منهم. علاش هما مناش كيخافوا بالضبط الاساتذه ولا التلامذه؟ تيقول لك واش معدي، واش تعادينا تعادي الوليدات اللي معنا، وسيرتو تيكون عندك الوجه شويه مبدل، يعني ما تيتقبلوكش. تيكون عدم التقبل. ورغم ذلك رغم هادشي كلشي كتقولي وهاد المعاناه تيقريتي؟ ما قريت. قريتي؟ كان عندي طموح بغيت نوصل. الشمس اللي خفتي منها راكي مريضه بها؟ يعني مريضه بها، مريضه ما عنديش منين فين تخبى عليها ولا شي حاجه، خرجت ليها. الظروف ما كانش مساعدك ولا مواتيه انك تعيشي طفوله بعيد على الشمس؟ لا ما كانش نهائيا، يعني
العلاج الدواء شنو هذا المرض ما عندوش علاج يعني تتبقى في ما ظهرت لك شي حاجه خاصك تزولها بعمليه بسميتو سوا غاديو ثيرابي سوا شيميو سوا داك الاستئصال ديالها يعني تكون عمليه خاصو ميزانيه طبيعه الحال وهو المصاريف ديالو كثيره وصعيبه سيرتو اللي ما تيكونش عنده ديك التغطيه الصحيه بحال الحاله ديال ما عندهش التغطيه الصحيه يعني تكون معاناه كبيره. انت رشيد ما كتشوفيش؟ لا دابا صافي 3 ايدمي ما بقيتش نشوف من هذا المرض. غاصا يعني اثر لك حتى على العين؟ اثر هو تيتشوشي لك يعني دات كامل وتيكون هو الفيساج هو اللي تيكون هو الاول اللي ريحتي يكون هو الاول في اون كونتاكت مع لو سولاي داكشي علاش وليتي يبان فيه يعني هذاك الطموح ديالك اللي خرجك للشمس وخرجك للاشعه البنفسجيه اللي خصك تحمي راسك منها حصلتي على الاجازه ولكن ايضا حصلتي على اعاقه بغينا نقولوا في عينك وبقيتي كتشوفي وامراض واحده اخرى وي بصح نعم واخا رشيده مازال نكملوا